بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المشاركة في المجالس الحسينية يترتب عليه آثار غيبية آثار روحانية آثار التوفيق وقد ذكر السيد المرجع آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي في حديثه الشيق يقول انه ان والدي ذكر يعني والده الميرزا مهدي الشيرازي رحمة الله عليه وقدس الله روحه يقول والده في أيام شبابه يقول كنت أدرس في سامراء المدرسة أنا رأيتها بس هدموها العهد البائد يقول كنت في سمراء في المدرسة أيام شبابي وكنا نقوم بتحصيل الدرس وفي أيام عاشوراء أيام محرم كنا نعطل عشرة ايام محرم من اجل يعني تعطيل الدروس الحوزويه من اجل اقامه المجالس الحسينيه وبالفعل فذكر في احدى السنين السيد الوالد تصور احد الطلاب قال يبدو انه مطالعاته ومباحثه العلمية ربما تكون أكثر أهمية من مشاركته للمجالس لمجالس العزاء فصمم قال أنا أعتبرها فرصة أنتهز فرصة هذه العشرة أيام فبدأ يتباحث مع نفسه يقرأ يطالع ولم يشترك في في أيام عاشوراء إلا عند صعود الخطيب على المنبر عندما يرقى الخطيب على المنبر هو كان يروح يستمع إليه لكن هذا الطالب لم يوفق بعد فترة أصيب بضعف شديد وألم شديد في بصره وحتى أنه حرم من دروسه الحوزوية لذلك علماءنا يركزون على أهمية مشاركة المجالس الحسينية حتى من قبل طلبة العلوم الدينية حتى من قبل رجال الدين لا بد أن يكون لأن الدين هو يريد أن يصبح خطيبا ماذا يريد يقول على المنبر ماذا يريد أن يرشد الناس ويصلح الناس ويبلغ دين الدين الله هي ما عندنا نحن لا نملك غير الثورة الحسينية العزاء الحسيني المجالس الحسينية فاجعة الطف الإمام الحسين هؤلاء رأس مالنا تراثنا ننطلق منهم بل هو كل التوفيق لذلك نصيحتي إلى الخطباء وإلى رجال العلم وأنا أظهر منهم وإنما أنقل نصيحة السيد المرجع حفظه الله باحياء هذه الشعائر وتعظيمها وتقديسها وتبجيلها واعطاء مكان وتشجيع الناس على الحضور وكذلك رسالتنا الى الشباب والى الشابات الفتيات بان اقل في اجواء محرم اجواء عاشوراء ان يكونوا بعيدين عن المسلسلات ان يكونوا بعيدين عن الاجهزه الالكترونيات لماذا يتوجه صوبهم نحو الحسين لانه هذا زاد فرصه ذهبيه تمر علينا لان هنالك فرص تمر على الانسان فلا بد ان يغتنم هذه الفرص الذهبيه بأن يشارك بأن يحضر لأن حضورك في مجالس الحسين هو سر التوفيق هو سر النجاح هو دفع البلاء هو نزول الأرزاق هو السعادة الحقيقية هو الانشراح هو رفع هو دفع ورفع الكآبة والحزن عن الإنسان حتى الإنسان يكون يشعر بالصحه الجيده حتى انه يطرد الداء يطرد المرض بمشاركتك للحسين لانه فيه شفاء لانه فيه الخير لانه فيه البركه اذا علينا نحن ان نواظب على ونسير على هذه المشاركه في محرم الحسين في عاشوراء الحسين ونحن لم نملك الا الحسين لانه خلاصه الانبياء لانه من النبي لان ايادي الائمه تشير بالبنان الى الحسين عليه السلام الكل يتوجهون للحسين الملائكه الانبياء فعلينا نحن ان نتبارك في المجالس الحسينيه ان نسجل الموقف المشرف هذا هو زادك افضل زاد هو ان تشارك وتشجع الاخرين في الحضور الى المجالس الحسينيه ونقول للخطباء كذلك يحاولوا ان يعيشون عاشوراء الحسين واقعة الطف الفاجعة الاليمة يبينون رسالة الحسين كلمات الحسين اهداف الحسين البكاء على الحسين لبس السواد على الحسين هذا مهم جدا حتى نبين هذا المظهر مظهر الحزن على ابي عبد الله الحسين عليه السلام اذا علينا ان نلقي نظره ثاقبه من قلوبنا الانسان اذا اراد ان يحصل على البصيره ان ياتي ويعيش الاجواء الحسينيه تريد ثقافه من العزاء الحسيني انت المثقف تقول نعم نحن لسنا بحاجه الى الشعائر المهم ان نتعلم من الحسين كلماته منهجه صحيح، لكن أين تجد المنهج الحسيني؟ أين تجد الثقافة الحسينية في عزاء الحسين؟ في ضربك على الصدور في شعائره ممارسة الشعائر الحسينية هذا هو ثقافة الحسين، الثقافة الحسينية عندما تمارس الشعائر الحسينية بكل أشكاله لذلك ينقل هكذا حتى يعني ما لا ألا تريد أن يعطيك الإمام الحسين على هدية الكثير منا يحصل على الهدايا يأتي واحد إليك بهدية فأنت تفرح يمكن حتى يأتي إليك بتمرة واحدة بسبحة واحدة أنت تفرح بها فما بالك بهدية الحسين عليه السلام ينقل السيد المرجع من ارشاداته ومواعظه المباركه الى الاخوه العاملين في القسم الاعلامي من الروضتين الروضه الحسينيه المقدسه والروضه العباسيه المقدسه. كانوا في محضر السيد المرجح حفظه الله وكان يرشدهم قال عليكم ان تتحملوا هذه المسؤوليه الكبرى من اجل القضيه الحسينيه للثواب العظيم للاجر العظيم حتى يكسب الانسان الثواب والاجر العظيم عندما يخدم الحسين حتى رؤيه يعني ينقل السيد المرجع انه اثنين من الفقهاء من المراجع الكبار معروفين على مستوى الحوزه منهم اللي هو زعيم الحوزه الشيخ مرتضى الانصاري كان هذا اللي تنهال الى هذا اليوم الحوزات العلميه من علومه ينهى ينهانون منه هذا النهل العذب العلمي منذ 150 سنه والاخر هو الشيخ الدربندي هذا كذلك كان مرجعا لكن كان هو وفي نفس الوقت كان خطيبا في كربلاء الشيخ مرتضى الأنصاري كان في النجف والشيخ الدربندي كان في كربلاء المقدسة هؤلاء كان يعني الدربندي والأنصاري كان زميلي دراسة في الحوزة أيام شبابهما فرأى كان هنالك تلميذ للشيخ الأنصاري طبعا كليهما كان عالمان مرجعان لكن مرجعيه الانصاري كانت واسعه كبيره مرجعيه الدربندي مع انه كان مرجع وخطيب كانت محدوده في كربلاء احد طلبه الشيخ الانصاري راى عند سفره يعني لما اراد ان يسافر الى ايران تاركا النجف الاشرف فودعه فودعه يعني كان من تلامذة الشيخ الانصاري المميزين بالعلم والورع والتقوى فودعه الشيخ الانصاري وين الى مسافه ودعه الى مسافه مشيا لمقامه ثم على اساس انه يذهب الى كربلاء المقدسه ويذهب الى الكاظميين والى سامراء ثم يذهب الى ايران. لكن في منتصف الطريق هذا التلميذ اخذته الغفوه نام في الصحراء فراى في عالم الرؤيا ان ملكا يقول له انك بعد ثلاثه ايام سوف ترحل من هذه الحياه الدنيا فما بالك تسافر وتغادر. يقول فقمت من النوم واقفلت راجعا يعني رجع بعدما كان صمم على المغادره الى الى النجف الاشرف، تعجب لما وصل تعجب الشيخ الانصاري قال ماذا حل بك؟ الست كنت عازما ان تذهب الى ايران؟ فر... فروى له قصته تابعوا معنا وذلك في حلقه قادمه باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته